الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة، وبعد. إلى سنن ابن ماجه. إلى سنن ابن ماجه. نعم، حتى إذا كان في أسئلة ابعثوا لنا بالأسئلة. إلى سنن ابن ماجه. باب لا يخطب المرء على خطبة أخيه. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا هشام بن عمار شيخ البخاري وحسن الحديث. نعم، ومقرونا بسهل بن ابي سهل وهو من الثقات، قال: حدثنا سفيان بن عيينه قال: في الامام الشافعي، وهو كان شيخ الامام الشافعي وكان نبيلا، كان يرجع الشافعي في مسائل الفقه الحديث. قال سفيان بن عيينه، وسفيان بن عيينه كما قال علماؤنا منهم الامام الشافعي يقول: لولا ابن عيينه ومالك لضاع علم اهل الحجاز. سأجيب عن السؤال يا راجيه إن شاء الله، أجيب عن السؤال بعد الدرس. عن الزهري، الزهري أمير المؤمنين في الحديث، الزهري أمير المؤمنين في الحديث، عن سيد المسيب وهو خير التابعين أو أعلم التابعين على الإطلاق، هو سيد الفقهاء السبعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه، عبد الرحمن بن صخر، وهو سيد السبعة المكثرين عن النبي الأمين. أنا في الدرس الآن يا أحمد، هات سؤالك الآن وأنا سأجيبك إن شاء الله. قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. وبسندي أيضا عن نافع عن ابن عمر، ونافع أثبت الناس في ابن عمر رضي الله عنه أرضاه، وابن عمر عبد ابن عمر من عبد الله الأربعة من السبعة المكثرين عن النبي الأمين. أثري صحابي من صحابي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. هنا الحديث، هنا دلالة واضح، دلالة واضحة جدا أن كل صاحب حق لا يجوز التعدي على حقه. كل صاحب حق لا يجوز التعدي على حقه، لذلك قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. وفي رواية: لا يبع على بيع أخيه. وفي رواية أيضا: لا يسم على سوم أخيه. فيها أن المخطوبة إذا حصل من وليها ركون وإجاب لابد أن تعلم أنه ركن إليه، حصل التراضي. لكن إذا كان متكلم ولم يرد عليه وجاء آخر، هذا لا يحرم. المسألة هنا على الركون، المسألة هنا على الركون. وسيأتي إيضاح بأن فاطمة بنت قيس لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: خطبني معاوية وخطبني أبو سفيان، قال النبي: انكح أسامة، لأنها لم ترد على هذا ولا ذاك. يبقى لما حدث الرد بالإجاب أو حدث الركون إلى الخاطب، لا يجوز أحد أن يتعدى على حقه، صار حقا له، فلا يجوز أن يتعدى على حقه. كان يتكلموا حول الصداق ونحو من أمور الزواج، يعني لما جاءه الخاطب قال: نحن نشتري الرجال، يقول: شش شش، يقول: نحن نشتري الرجال، ويبدأ يكلمه، يبدأ يتكلم معه على الزفاف والتوقيت. هذا معناه ركونه الآن، معناه قبول الرجل والركون إليه. فهذه يعني لا يجوز هنا في هذه الحالة أن يتعدى عليه، لأنه إذا خطب يكون خطب على خطبته، يكون هذا من باب العدوان والظلم، والشرع جاء بتنحية الظلم. دعاني أحدهم على عزل على عزال عرس، وأنا قد دعوته في عزال عرسي، فأتى لكني ذهبت إليه متأخرا على دعوتي بسبب أن كان هناك درس لأحد مشايخي، فهل فعلت الصواب؟ نعم فعلت الصواب، ليس فيها ثمة شيء. ممتاز، الدرس هو أهم ما يكون، الدرس هو أهم ما يكون. فإذا هنا إذا ركن وحصل الكلام على إبداء الركون وقبول هذا المتقدم، لا يجوز التعدي عليه، صار حقا له فلا يجوز التعدي عليه، لأن هذه فيها مظلمة، فيكون هذا من باب العدوان والظلم على هذا الرجل. أما إذا لم يحصل الركون ولم يتضح ذلك الميل ولم ترد على الخاطب أو لم ترد على الخاطب، فهذا يجوز له بأن لا إله إلا الله، فيجوز له أن يتقدم طالما لم ترد عليه، كما قلنا، لأن حديث سيأتي حديث فاطمة بنت قيس: خطبني معاوية خطبني أبو جهل، أو خاطب وخاطب وخاطبان، وبل أن يسلم خطبها للثالث قال: انكحي أسامة، لأنه لم يحدث منها رد. فإن لم تركن فيجوز هذا، وسيأتي. تبقى مسألة في الحديثين ختاما للباب، وهو في قول: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. وخطبة أخيه ترجع إلى المسلم، الأخوان أخوة الإسلام،
فلا يخطب على خطبة أخيه هو المسلم. والحق أن وقف مع بعض العلماء كالأوزاعي وغيره، والصحيح أن 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 هذا أن قول الأوزاعي أن المسألة خاصة بالمسلمين، يعني لو جاء يريد أن يخطب امرأة نصرانية خطبها نصراني وحصل الركون له أن يذهب وأن يخطبها. وهذا القول قاله الأوزاعي مخالف لجماهير أهل العلم، هذا مخالف لجماهير أهل العلم، وإن كان بعضهم أيضا يسند لأحمد أنه قال بذلك ولا أظن هذا. والصحيح الراجح أن قول أن السلام لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، يعني أن هذا على العموم، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه خرج مخرج الغالب. بعد الأذان إن شاء الله نفصل القول. يبقى إذن في قول لا يخطب رجل على خطبة أخيه خرج مخرج الغالب، بل هو على العموم لأنه فيها تعدي على الحقوق. هذا لا يخطب على خطبة أخيه، خطبة أخيه قالوا المسلمين، وده قول الأوزاعي وقيل قول أحمد، أظنه مستبعد لأن الأئمة الأربعة قالوا أنه يجوز، لا يجوز أن يتعدى حتى على النصراني إذا حصل الركون، لأنه المعنى هنا معنى التعدي، والحديث جاء لنهي على التعدي حتى لأهل الكفر، لأهل الكفر لا يجوز ظلمهم ولا يجوز التعدي على حقوقهم، ولما قبل صار حقا له فلا يجوز التعدي على حقه بهذا. وهذا الراجح صحيح، هذا الراجح صحيح، والوقوف على مع النص هذا على الغالب، كقول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم يا في الحجر او في غير الحجر لا يجوز التزوج من الربيبه، فيكونون قوله لا يخطب الرجل على خطبه اخيه هذا خرج مخرج الغالب، والحديث على التعميم، الحديث على العموم. الفوائد المستنبطه: حرمه التعدي على حقوق الاخرين حتى ولو كانوا كفرا. نعم أكدوا على الاختبار غدا. الفائدة الثانية: هنا الكلام في هذا الباب على التعدي لا يجوز على حقوق حتى الكفر، لا يجوز التعدي على حقوقهم بحال من الأحوال. شوف حتى في هذا الباب إن كان مستأمنا إن كان معاهدا فإن كان مستوطنا فإنه لا يجوز التعدي عليه. لو هو أراد أن يخطب النصرانية التي خطبها النصراني وحصل الركون له لا يجوز التعدي عليه، يبقى لا يجوز التعدي على حق الآخرين. الأمر الثاني: الخطبة لا تكون خطبة إلا بالركون، الخطبة لازمها لا يكون إلا بالركون. مراد النبي استخلاص الحكم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم لا يتأتى إلا بجمع شتات الروايات، ولله الحمد منا بهذا نكون قد بلغنا إلى ختام الدروس الليلة.